ازاي مصر قدرت تتحول من دولة كانت الكهرباء بتقطع عندها 18 ساعة في اليوم لدولة قربت تكون مركز عالمي لتصدير الكهرباء لدول الجوار في أفريقيا وأوروبا كمان؟ ايه اللي بيحصل في قطاع الكهرباء؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. بانكير، نبض البنوك. محدش في مصر عاش فترة انقطاع الكهرباء وقدر ينسى الأيام الصعبة دي، وخاصة في عز الحر والبلد اللي حالها وقف وما فيهاش محطتين شغالين على بعض. اللي شاف الفترة دي عارف قيمة اللي اتحقق في قطاع الكهرباء، من أول محطات سيمنز العملاقة لحد محطات الرياح والطاقة الشمسية العملاقة ولحد مشروع الضبع النووي الضخم لتوليد الطاقة، واللي حصل في قطاع الطاقة في مصر في المدة القليلة دي كان حديث العالم كله والبرامج الحوارية في الدول اللي حوالينا لما كانوا شايفين مصر وإزاي المحطات جت من ألمانيا واشتغلت في وقت قياسي. طب إيه الجديد؟ إزاي مصر هتتحول لمركز عالمي لتصدير الطاقة وبالدولار؟ شوف حضرتك، مصر شغالة دلوقتي على خطة للوصول بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ل 42% من الطاقة المنتجة للمستهلك بحلول 2030 من خلال تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع ده بالأخص، ودعم الشركات الصناعية المختلفة على توفير طاقتها الكهربائية التقليدية عبر محطات الطاقة الشمسية. استثمارات القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ضخمة، وصلت 4.4 مليار دولار بحسب وزيرة التخطيط، ومن المتوقع تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وكالة الطاقة الدولية كتبت تقرير وتوقعت فيه أن قدرة مصر من الطاقة الجديدة هتزيد بنسبة 65% بحلول 2027، ومتوقع توفر مصر أكثر من 25% أو ربع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني ربع الطاقة اللي في قارة بأكملها. عرفتوا حجم المشروعات اللي اتعملت في قطاع الطاقة كان قد إيه؟ ومن طاقة الرياح والطاقة الشمسية النظيفة، مصر اقتحمت مجال الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية شاملة بتحدد أهدافا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي والحصول على حصة ملحوظة تتراوح ما بين 5-8% بحلول سنة 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير بما يصل ل 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. ده الاتجاه الجديد في العالم دلوقتي، هو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كطاقة المستقبل. ومثلا شركة سكاتك النرويجية بتستعد لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر باستثمارات 450 مليون دولار في مدينة دمياط، ودي خطوة مهمة للأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة. كمان وزارة الكهرباء قالت أن مصر وقعت 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليون دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين، و22 مذكرة تفاهم مع كبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر. مصر قررت تصدر كهرباء لأوروبا من خلال الربط مع دول الاتحاد الأوروبي، والبداية من اليونان بقدرات بتوصل ل 3 جيجا وات بتكلفة 4 مليار يورو. كمان تقدمت شركة سكاتك النرويجية بمشروع الربط ما بين مصر وأوروبا لنقل الكهرباء عبر إيطاليا على أن يتم تحديد نسب الشراكة. أنا أشركة أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.